السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ونهاركم مبروك. فيديو اليوم كما كتشوفوا فيديو كله طاقة وكله يعني انرجي، اللي عكزانا واللي كسلانا على التنظيف ديال البيت، يعني للعيد المولد النبوي او حتى يعني للايام العادية. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي يعطيكم طاقة. حبيت نشارك معكم يعني طريقتي في تنظيف يعني قبل حلول العيد هكذايا، مع اني يعني دائما كننظف البيت وكنت نزلت معكم فيديوهات قبل، فانا ما تعمقتش بزاف في هذا الفيديو يعني لا بخصوص تنظيف الصالون ولا بخصوص تنظيف المطبخ، لانه عنده فيديوهات قبل يعني في طريقه التنظيف بعمق. فان شاء الله غادي نخليه لكم في اخر هذا الفيديو اللي بغات تشوفوه، فما بغيتش نعاود نكرر تاني يعني الاشياء اللي عملتها معكم من قبل، ففقط عملت لكم الاشياء اللي ما عملتهاش من قبل ولكن راهني نظفت بعمق. فان شاء الله غنخلي لكم كما قلت لكم فيديوهات في اخر فيديو، ونبداو على بركه الله في هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. المهم هنا البنات، اول حاجة عملتها هي اني نظفت الصالون، يعني نظفته كما كنت شاركت معكم من قبل، كنحيد الستارة لانه كما قلت لكم راه كتكون عامرة بالتراب هكذايا، كنحطها كتغسل، من بعد ملي كتغسل كنرجعها لان كطلع شوية ناشفة، فكنرجعها كتنشف يعني في نفس المكان ديالها وهي معلقة. كنحاول نمسح الغبار من وراء الكنب والاشياء هذيك، وكنمسح الارضية طبعا، كنمسح النوافذ في يعني هكذا بالماء والخل بالماء، داك يعني داك البرودوي اللي كنت شاركته معاكم كنعملو في المنزل. فقط هذا هو اللي كان مكنمسحش بشي يعني بشي برودوي تاني، فقط الماء والخل وشويه ديال الصابون. المهم وكنحيد هذوك الكنب، كنمسح تحت منهم، كنحاول اني يعني نفضهم شويه من الغبار، وكنرجع كل حاجه المكان ديالها. هنايا راه يعني كنت نظفت ورجعت كل حاجه المكان ديالها، وكنفرش هذيك الكنبه باش ما توسخش لانه كنبركو عليها بزاف. فالمهم راه الفيديو شارح يعني كل شيء. بعد ما كنخلص يعني كنحاول نرجع كل حاجه للمكان ديالها، وكنكنس الارضيه ولا كنكنس السجاده. بعد ذلك مشيت للمطبخ، كنحيد كل الاشياء اللي فيه يعني داك الطقم اللي انا مفرشاه، كنحيدو كل حاجه كان يعني مفرشاه على دوك الادراج تاع البلاستيك، مفرشاه ايضا على الثلاجه، على الميكروويف وعلى الغساله، كنحيدهم كنغسلهم، وكنحاول نمسح كل حاجة يعني بالماء والخل والصابون، أو لا اللي كيحتاج كلور راه كنمسحو بكلور فقط، يعني كيكون خارجي ماشي من الداخل. كنحط كل الأشياء هذه في الغسالة تغسل، من بعد ملي كتنشف وكننظف المطبخ ديالي كنرجعها تاني. صراحة هاد المفاريش كيحميو لينا يعني الآلات الكهربائية شوية من الزيوت ومن الغبار. فهنا كما قلت لكم البنات، يعني بعد ما نظفت ومسحت الآلات الإلكترونية ديالي، جيت لديك تاع المواعين فطيتها هكذا وغسلتها. هادي تاهي أيضا كنغسلها بين الفترة والتانية، يعني كل أسبوع أو كل 10 أيام كنغسلها لأنها كتوسخ. يعني الشيء الجميل في هادي عندي أنها كتفصل، يعني ممكن تحيديها هكذا وتغسليها جيدا. فتا هي كنغسلها، يعني كما قلت لكم البنات هاد الاشياء اللي كنت ما شاركتش معكم قبل، ولكن انا راه نظفت يعني وجبت الاواني، جبت داكشي من الخزائن نظفتهم، يعني انا هذا هو التنظيف ديالي، كننظف داكشي بعمق يعني ماشي غير من الفوق. فالمهم يعني باش كل حاجه تبقى هكذا نظيفه وتحسي بواحد الراحه، يعني ملي كتنظفي داكشي بضمير صراحه ماشي غير من الفوق، وما غاديش ياخذ منك وقت. وكما كنقول لكم دائما حاولوا تقسموا شغلكم على يومين 3 ايام، على حسب يعني مساحه المطبخ ديالك وعلى حسب يعني الكبر ديال المطبخ ديالك، ماشي تاخذي كل شيء في يوم واحد، خذي داكشي على حسب الايام. فهكذا كتجيك يعني كيجيك داكشي شغل خفيف. بعد ذلك مشيت جبت داك الشفاط ديالي، غسلته جيدا جيدا لانه كان موسخ مسكين، فكان خاصو يتغسل. مهم هادو الصور ديال داكشي اللي غسلت، الاواني ديالي هادو كنت شاركت معاكم قبل بالزيكتاب والصابون البلدي، راه معروفه وصحون وكل حاجه، يعني كنخرجها من الخزانه وكنغسلهم، كنحكهم، كنرجعهم للمكان ديالهم. يعني هذا هو التنظيف ديالي
بعمق. فهنا البنات بغيت نوريكم اني وانا كنظف يعني في الروتين او في التنظيف ديالي بالعمق، كنحاول دائما نجبد الاشياء اللي ما عندها حتى شي لازمه، القراعي، داكشي اللي مكسر، اشياء ما كنستعملهاش، داكشي اللي مقطع. كنجيب واحد الكيس بلاستيكي اسود، كنحاول نجمع فيه كل هذا الشيء، كنرميه ما عندي ما ندير به. صراحه هادو ديال الطماطم كنت جاي معاهم بغيت ندير به واحد دي اي واي ليكم، ولكن ما عندي ما ندير بهم صراحه، صافي رميتهم، ما عنديش الوقت باش ندير شي حاجه دابا. حيد داكشي، كنقلب في الادراج اشنو اللي زايد، اشنو اللي مكسر، اشنو اللي ما كنستعملوش كنحيدو، اللي ترمى يترمى، واللي تعطى لشي حد محتاج ليه راه كنعطيه ليه. فخطو هكذا الصراحه كنبقى والله حسيت بواحد الراحه ملي حيت عليا هادشي. كانوا دايما في مخي يعني كنفكر فيهم اني ملي غنجي نظف عندي واحد اشياء ما بغيتهمش، عندي اشياء زايده كيفاش غندير ليهم. المهم مره مره هكذا البنات، واحد الكيس اسود وعبيو، اللي عطيو للناس اللي محتاجه عطيوه ليها، الاشياء اللي مكسره ارميهم، ماليهم حتى شي لازمه، ما عندك ما ديري بهم غير كيزيدوا عليك العبء، فانك تنظفي وكياخذوا لك الوقت فانك تنظفي بواحد المجهود اكثر، يعني كياخذوا لك واحد كدير واحد العمل دوبل. يعني مثلا انا هادو كنت مخليهم قلت غندير بهم هادو، دابا راه شهر وما عندي ما درت بهم حتى شي حاجه، صافي رميتهم ما عندي لاني ما غاديش ندير بيهم، لا زادو اكثر من هكا ما غاديش ندير بيهم. المهم بعد ما حيت عليا داك الكهرباء وداك الشيء، نظفت الفرن، الفرن كنت شاركته معكم من قبل كما قلت لكم، غادي نخلي لكم الفيديو. حيت هذوك العيون ديال البوتاكاز هكذا درتهم في واحد الطنجره، درت عليهم شويه ديال الخل ودرت الماء ودرت ملح الليمون. كنظن كنت شاركت معكم هاد الفكره وما عقلتش الصراحه هذاك علاش عاودتها لكم دابا. المهم كنخليهم حتى كيغلاو، بعد ذلك ملي كيغلاو واحد شويه كنحيدهم، كنعملهم هكذا شويه بديك الليفه ديال السلك او الزيت، كيخرجوا كيبريو كيلمعوا الصراحه يعني هاد الخلطه هذه غتهنيك. المهم حاولوا ديروا هاد الخلطه البنات شي هكذا مره في 15 يوم لانها صراحه رائعه. المهم بعد ما خلصت هادشي ديالي، مشيت جبت شويه ديال الخضار، يعني انا وزوج ديالي جبت هاد شويه ديال الاشياء من السوق، مشيت لواحد السوق يعني عمري ما مشيت ليه، هو سوق كبير شويه هنايا، جبت خضار، لقيت الفراوله خارجه جبتها هي، واخيرا جبت السردين، لقيت السردين يعني مني جيت هنايا كليته مره واحده بعد ذلك ما لقيتوش، وجبت واحد يعني نوعين من السمك، هاد السمك ما عرفش اشنو سميتو، كنظن مرجان او شي حاجه، المهم هو قال لي نسيت سميتو ولكن نسيت. المهم جبت هاد الانواع من السمك، غادا ننظفهم جيدا يعني، وغادا نخليهم تيتسقطرو، وبعد ذلك غادا نديرهم في اكياس ونحطهم في المجمد. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي لا الحوت ما يتجمدش وداك الشيء، يعني راه للضروره احكام، كاينين الناس اللي مضافه، كاينه اللي ربات بيت، كاين اللي السوق مثلا بحالي انا بعيد عليا ما نقدرش نمشي ليه كل مره للاسف، فانا مضطره اني نجمدهم حاليا، الوقت اللي غادي نحتاجو راه غنطلع منه شويه. انا قسمت على حسب يعني الوجبات، بحيث اني ما نطلعش الكيس كامل يعني ونخليه يذوب ونرجعو تاني لانه هذا فيه مضر. فالمهم بنات هنايا كما قلت لكم غادي ننظف هذاك السمك ديالي، ومن بعد غادي نخليه يتسقطر، وغادي نوريكم كيفاش درتو في الاكياس. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبهات طال صخامي، كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبهات طال صخامي، كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. عقلي بجمالها وغلقت عنوان بمرحمة.
حامي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة أمولاتي خدي الفرشو بالشو فاطمة صدمي يلي داويتي جسمي عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوف يا الباهية قدامي ورقي ببصر وعامي والحسود فبلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة ارحمي يا راح هنايا البنات كما شفتوا رجعت كل حاجه درتها في الاكياس وحطيتها في الادراج ديال الثلاجه ورجعتها. بالنسبه للحوت او السمك خليته حتى تقطر ونظفته جيدا، يعني كل واحد كل يعني كل نوع ليه طريقه ديال تنظفته، فهو ما كينظفو تماك ولكن انا على ايديا كنعرف كيفاش درت ليه وكيفاش نظفته وغسلته. بالنسبه للسرديل قسمته على جوج، واحد للقلي وواحد للطاجين. فراوله ايضا قسمتها هكذاك حطيتها في كيسين، هذه غادي ندير بها عصير اللي كنت شاركته معاكم او عصير الزبادو كيجي رائع البنات. بالنسبه لليمون اللي حطيته في الثلاجه راه حطيته للسلطه والشربات وداك الشيء، وهاد خمسه الليمونات زدت ضفتهم على داك المخلل او المصير تاع الليمون اللي كنت عملت معاكم من قبل. كنتمنى البنات تكونوا جربتوه صراحه كما كتشوفوها هوايا، يعني طلق داك الماء ديالو لاني انا ما عملتش فيه الماء نهائيا، راه الماء ديالو وصل للنص ديال هاد القرعه. فكما وريتكم قبل كنفتحوها هكذا من النص وكان نعمرو بالملحه فقط، وكان يعني كنضيفو على داك الليمون اللي كنت درتو وكان هكذا كنضغط عليه باليد ديالي باش يدخل لتحت وباش ديك العصاره ديال الليمون طلع منه. كيجي رائع البنات جربوه كيجي زوين زوين زوين، يعني ما غاديش الصراحه ما غاديش يخطاكم من الدار الى جربتوه ان شاء الله. ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. وهنايا البنات كما كتشوفوا راه نظفت الثلاجه، يعني غير بغيت نوريكم حاولت نحيد داكشي اللي ما ليه حتى شي علاقه بالثلاجه وما ليه حتى شي لازمه. الاكل مثلا اللي بقى هكذا فايض، الاشياء العلب اللي هي عامره هكذا حيدتها ونظفت الثلاجه جيدا، يعني نظفتها بعمق بالماء وبالخل وزولت هذوك الادراج هكذا نظفتهم وحطيت دائما يعني القهوه هكذا لان القهوه كتمص اي روائح عندك في الثلاجه ما كتخليهاش. فقط وهذا هو الشكل. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وتمنى يكون حمسكم واحد شويه وعطاكم واحد شويه ديال الطاقه. حبيت نشارك معاكم يعني هذا الشيء هذا الروتين ديالي باش تشجعوا واحد شويه واللي كسلانه تنوض هكذايا تقفض يلا تنوض تفوس ولا عندها شي شغال تقضيها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي اللايك ديالكم تخلوا لي التعليق ديالكم، ولا زلتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، ونقول لكم مع السلامه حبيباتي في فيديو تاني ان شاء الله.